مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، من انطلاقات اشواط هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان حفظه الله. وها هي الانطلاقه لشوطنا السادس، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، سادس أشواط هذه الفترة المسائية الخاصة بالحجايج البكار لأبناء القبائل، وانطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين العشرة، نتابع هنا ونسير إلى الصدارة. إنجاز على الصدارة وعلى المركز الأول، تفتتح الصدارة لمبارك بن مظفر بن محمد العامري، هي المنطلقة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني موالة مبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري. وتأتينا هنا الضيفة القادمة من الشحانية شقرة، سالم بن طحنون بن جابر بن مهيرة المري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع والانطلاقة من حدث مبارك بن محمد بن خيرة بن عزيز الشريفي. وهنا تأتينا منازف لابن منازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الخامس وسادس مراكزنا، المركز السادس والانطلاقة من شف مغير بن سالم بن حارب العميمي، تنطلق أيضا بهذا التحدي المميز الجميل شعار بن عمهي من الجانب الآخر هناك بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا ايضا، والتحدي والاثاره الوصول كذلك بهذا الاداء الجميل. هنا جلموده سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، هذا كذلك هناك تاتي شواهي سالم بن عبد الله بن قرجوس العامري على المركز الثامن، المركز التاسع، المركز التاسع هنا جبار عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري، وفي المركز العاشر، المركز العاشر والقادم العنود مطر بن حمد بن محسن الفلاحي، والتدخلات في هذا الأداء في هذه المسيرة، شوط يحمل العديد والعديد من المشاركين. أعود إلى الصدارة، أعود إلى جلمودة من تسللت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، جلمودة جلمودة سالم بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري تنطلق على الصدارة، ولكن أرى التسلل، هنا التسلل من أبناء الشحانية، هنا شقرة سالم بن طحنون بن جابر بن مهيرة تتسللوا بالنخ من الجانب الآخر، هناك أيضا القادمة بكل قوة بهذه التسللات الجميلة. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع العنود مطر بن حمد بن محسن الفلاحي من تاتينا على المركز الرابع، المركز الخامس وشعور هناك أهالي الساد من الجانب الآخر، هناك أيضا المنطلقة هنا الهبيبة النشمي بن حمد بن متعب العامري، هنا سلام، التسللات جميلة وصلت هنا أيضا بهذا التحدي الجميل جبارة عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري القادمة بهذا التحدي المميز الجميل، شعار بن دري من الجانب الآخر أيضا يصل بهذا الأداء المميز الجميل، يا سلام، اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، يا سلام يا سلام. ولكن هنا لهبيبة 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 من غيرت إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول، هنا مع ال 1500 متر لهبيبة النشمي بن حمد بن متعب العامري على الصدارة على المقدمة، توزيع في المركز الثاني مهير بن علي بن دري المنصوري، وفي المركز الثالث تأتينا هنا الدانة مبارك بن سعيد مبارك بن سعد بن ضحي العامري القادمة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع من الجانب الآخر، يا سلام يا سلام يا سلام، هناك التسلل من انتباه انتباه سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، تتسلل تقلب موازين هذا الشوط رأس على عقب إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، انتباه سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، المركز الثاني الهبيبة النشمي بن حمد بن متعب العامري، وفي المركز الثالث تأتينا هناك توزيع مهير بن علي بن دري المنصوري، وفي المركز الرابع المركز الرابع وتتسلل تتسلل رويدا رويدا توزيع هناك سرابة عبد الله بن مبارك بن الحطب العامري، يا سلام هنا بهذا الأداء المميز الجميل، ولكن هناك الصدارة صدارة
والمقدمة المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق. انتباه انتباه، سيف بن عبيد بن غنام المزروعي هي المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة مع عرقوب بن علوه. عرقوب بن علوه هذا الصرح المميز هنا في ميدان الشعب. هو المركز الثاني، المركز الثاني سرابة عبد الله بن مبارك بن حطب العامري وتاثير الهبيبة النشمي بن حمد بن متعب العامري على المركز الثالث. ولكن هنا الصدارة، الصدارة، سلام لأهالي العاصمة أبو ظبي، سلام سلام لأهالي العاصمة أبو ظبي، تهانينا تهانينا على هذا الأداء. السيف بن عبيد بن غنام المزروعي على هذا الفوز المميز الجميل. هنا الانتباه على الصدارة، على المركز الأول، المركز الثاني، والقدوم من أرباح عبد الله بن عمر بن بخيت المنصوري. وصل بن عمر، وصل أهالي الغربية، أهالي الغربية قادمين، ولكن الصدارة، سلام سلام العاصمة أبو ظبي، سلام على فوز. انتباه بالمركز الأول السيف بن عبيد بن غنام، المركز الثاني أرباح عبد الله بن عمر بن بخيت الشامسي، هناك تأتينا الهبيبة النفي بن حمد بن تعب العامري، والوصول من قبل سرابة عبد الله بن مبارك بن حطم العامري. وفي المركز الخامس هناك توزيع المهير بن علي بن دري المنصوري، من وصلت على المركز الخامس بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. نعود هنا إلى أيضا التهنئة لمالك انتباه سيف بن عبيد بن غنام المزروعي، سلام للوثبة، سلام سلام للعاصمة أبو ظبي على هذا الأداء المميز الجميل، تهانينا لعاصمة الميادين على هذا الأداء المميز الجميل. وست دقائق 12 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت زمني، تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل. أتتنا في المركز الثاني أرباح، أتتنا هنا في الأمتار الأخيرة لعبد الله بن عمر بن بخيت المنصوري، سلام أيضا للغربية. 6 دقائق 14 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني، بينما ثالث مراكزنا هناك الهبيبة من أتت على المركز الثالث، هناك بهذا الانطلاق المميز الجميل النشمي بن حمد بن متعب العامري، تهانينا وناموس. والتوقيت الزمني للهبيبة هناك 6 دقائق هذا الحاضر 14 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين في هذا المهرجان المميز الجميل. الحضور في هذا المهرجان هو ناموس بحد ذاته، تهانينا للجميع.